وصلنا وياكم الى فلورنس ايلاند وبالتحديد منطقه لابوان باجو. لابوان بالاندونيسي معناتها الميناء، وهني فيها اقرب مطار للمنطقه اللي بنروح لها. اكثر الاماكن السياحيه والمميزه في اندونيسيا هي جزيره كومودو. سموها الجزيره بهالاسم نسبه الى حيوان الكومودو عسكم الله اللي ساكن فيها. راح نتعرف على تاريخ كومودو والشغلات اللي ما نسويها واحنا بالجزيره. جزيرة كومودو أصبحت محمية سنة 1980 واعترفت فيها منظمة يونسكو سنة 1986، والحين صارت من أشهر المعالم في العالم. طبعا الجزيرة بما أن فيها حيوان مفترس وانتم بكرامة مطلوب في شرات أن احنا ما نسويها بالبداية، أن احنا ما نطول صوتنا، وبعدين ما تلبس شيء في لون أحمر عشان يثير تكرمون الحيوان، وأنك أنت تكون بينك وبين حيوان الكومودو 5 أمتار حماية لك، مع طبعا القايد راح يكون وياك وبيني وياك أنت. ننطلق وياكم إلى كومودو آيلاند. أكبر الزواحف بالعالم، كان حجمه أي 8 أمتار، والحين صغر حجمه وصار 3 أمتار. طبعا الناس تعتقد أنه من سلالة الديناصورة. عاجبك المطرة؟ لا خط مطرة وصل شمسيات. إيه دير بالك ترى أحب اللون الأحمر. طبعا تقول الخرافة في جزر الكومودو أو جزر إندونيسيا إنه في امرأة جابت 2 من العيال، جابت ريال مصحصح وجابت أخته كومودو، حتى كانت الأم توصي ولدها لما كان يروح يصطاد أكل غداء أو عشاء تقول له صيد كل شيء إلا الكومودو. مع الوقت سألها قال لها ليش يا لأمي؟ كانت تقول له لأن الكومودو هي أختك. طبعا هذا معتقد يؤمنون فيه أهل جزيرة الكومودو. اي والله يلا خلينا نسكر على المصور. تفضل امشي جاي. حياك حياك. وكان يسحب عليه. طلبوا منا قبل ما نوصل حق المكان هذا ان احنا نلبس بنطلونات طويله ونحط البنطلون داخل الدلاب، لانه يقول لك في حشرات تدش على الجسم وتلزق. بطريقنا قاعد نتمشى كان نلاقي كومودو بالجسر. العاده هو يكون من خشب بين الشير، وهذا لقيناه بطريقنا. فالحين نحاول ان نوخره، راح يوخر لنا يا قايد. يا يلا. يقولون عدد الكومودو اللي موجود بالجزيره 2790. اوكي؟ ليتس جو. الأكلات المفضلة لكومودو هو لحم الغزلان. طبعاً هو يأكل اللحم العادي، بس من الأكلات المفضلة هو لحم الغزلان. حلو. طبعاً بالسنة أنثى الكومودو تجيب من 15 إلى 30 بيضة، وطبعاً يقول لك أن العدد التفقيس يكون بنسبة 85% إلى 80%، والباقي طبعاً أو أن يعني تدفنهم الأرض. وافضل وقت يبون عيال هالحزه هذه. ايش
go back. إذا نبي نعرف كومودو هو ذكر ولا نثية، طبعاً نشوفه بالشكل يختلفون بينهم بين بعض، بين الذكر والنثية. بالضبط، طبعاً يبلشون سن التزاوج من سن 7 سنين، وطبعاً يعمرون لل 55 سنة. هذا. من أول ما وصلنا إلى جزيرة كومودو بالطيارة طبعاً نبهونا عن اللون الأحمر وأنه هو يغيظ حيوان الكومودو، لكن وصلنا هنا أنا وجاسم اكتشفنا أنه معطينا شمسيات لونهم أحمر، طلع الظاهر الكومودو يشوف أبيض وأسود، بس الموضوع أنه ما يشوف أحمر ما أدري بس شنو كان الموضوع، مش علينا فيلم إحنا صدقنا. لا بس يقول أنه يشم الدم، أي إذا كان عندك جرح ولا هذا هم يشم الدم على بعد 3 أمتار تقريباً. حلو. المهم كنا معاكم في محمية كومودو والحين راح نقعد كثير نريح بعدها نكمل مشوارنا. يلا بعد الكومودو وصلنا وياكم الى بينك ايلاند، يسموها بهالاسم نسبة الى لون ترابها الوردي. الحلو بالمكان انه مايته صافية وتقدر تتسبح وتسوي سنوركل. بالضبط. يلا جاهز لف. يلا الحلو بالمكان انه مايته باردة ومثل ما قلنا انه صافي، بس هالدول ذبحني لسبني. قلت لك البس الوت سوت. اي أيوة والله ما طعتك الصراحة. ما الحين في حل حق الدول. شنو؟ عموما الفكرة ان احنا نقدر يا جماعة نشوف الرؤية صافية. إيه؟ نقدر تشوف الاعماق يعني بالعين المجردة. عدل. وانا كنا شفت فسكر موجود. اوه. فقلت شعرف شلون الدب يطق تي بالي. يطق تي بالي. ناخذ لنا واحدة ونروح اطق لك باليد الحين. تبي الحين اطق لك باليد؟ وخر ويعافيك. وخر وراك السفينة. الفرق بين تايلاند واندونيسيا ترى ما في فرق، نفس الماية تقريبا، نفس يعني الرحلات. كان شوف حتى عمر راكب لانج صغير، اذا تبي تدق فيك فره تركب فيه وتدق فيك فره معاك ويردك مره ثانيه. صراحه ما اخذ ريلاكس انا. انا استاذن بروح اشوف صيد العيال وارجع. اغسل هدومي انت. Thank you.